السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز اضيف حاجه خاصه بالديفلوبر المبرمجين، اجي هنا في الاوبشن عشان الاقي كاستمايز دريفن واقول له ديفلوبر. اوكي، هيبدا يظهر عندي جزء خاص بالديفلوبر. لو انت عايز تعمل ماكرو او تعمل فيجوال بيزك او تسجل ماكرو، يعني بتعمل العمليات وتقول له بكرر لي الموضوع ده. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز ارسم مثلا اليبس. ده مش جزء برمجه، ده جزء بس كان موجود في القائمه ديت. ممكن تعمل الاثنين دول مع بعض، وبعد كده تعمل سيلكت للاثنين دول وتيجي هنا في الاوبريشن وتقول له يونيون، بيقول الاثنين جزء واحد، او هندوس تتراجع وتقول له انا عايزهم الاثنين كومباين. يبدا يجيب لي الاجزاء اللي بره ويطرح الجزء اللي في النص، او تقول له لا انا عايز الجزء المشترك بينهم بالشكل دوت، او تيجي تقول له لا ده انا عايزك تفصل لي كل جزء لوحده، يعني الجزء ده لوحده وده لوحده وده لوحده، او تقول له لا ده انا عايز سبتراكت، اطرح الواحد فيهم من التاني. تمام، او تقول له اعملهم لي جروب بحيث يفضلوا هم الاتنين موجودين، بس لما تاخدهم كوبي بيست يبقوا موجودين مع بعض بالشكل دوت، واي وقت تدوس تقدر تعمل سيلكت جوه الجروب. تمام، هو ده تقدر تضيفه. هتلاقي في بعض الادنس تقدر تضيف حاجات برمجية زي ما انت عايز.